النهارده من خلال طبعا كباتن مصر كابتن عبد الجليل والدور عليه. اتفضل يا كابتن. بس كان بيغش والله. خلاص ما انت قافل اهو. بعد السقوط المرير ده لازم اجيب لهم لجنه رقفه. يعني لازم يعني مثلا الشناوي النهارده ياخد 8. واخد 8. واخد 8 انت مديله 8؟ برافو. طيب اكرم توفيق النهارده زي ما كابتن رضا قال 8 ياخد 8 فعلا لانه عامل دور كابتن رضا قوي قوي في الماتشين. 7؟ ما انا لازم انجحه اكتر يعني. لازم. وبدر بنون انا مديله 8 برضو. يعني هو خافز بايمن اشرف قوي. لا عشان الدرجات. عشان مش هو ايمن اشرف اللي انا متفاجئ. لا كان بيلعب على عباسة حمودة يا جدع. يا عم عباسة حمودة كان بيغني كان بيستنى. 7. بص يا كابتن ايمن اشرف يعني خلي بالك المشوار النادي الاهلي الفترة الطويلة دي اكيد يعني في حاله من الارهاق موجوده بغض النظر طبعا. ايوه بالتالي أيوة. يعني الماتشين اللي فاتوا بس انا بقول انما اللي قبل كده انا بقول لك هو من ضمن الخمس لعيبه اللي شايلين النادي الاهلي. خلي بالك هو خرج النهارده. والماتش اللي فات عشان لا عشان هو واخد انذار ولو اخد يعني لو حصل حاجه لا قدر الله مش هيلعب النهائي. طيب يعني نقول ايمن اشرف 7، علي معلول 4. وعلى فكره يا كابتن، على فكره كابتن ابو الذهب، انا مبسوط ان علي مش فايق قوي. يعني انا لما اجاي رجع من الاصابه كان مكسر الدنيا يا رضا. انا قلت لهم ده حلاوه روح هيرجع يتصاب تاني، وفعلا علي لو كان رجع فايق قوي كنت هقلق عليه. هو ده الطبيعي بعد سنه كامله ولا 6 شهور ولا 5 شهور. لا ده من يناير تقريبا كتير. تقريبا فان هو يتدرج كده. احسن فرصه ان هو يجدد فيها وهو مستواه كده. احسن فرصه تكلمه. والله احسن فرصه تكلمه لاني هو مش فايق. فعشان كده لو كلمته السنه اللي فاتت كان فرمك. كرمك. طيب حمدي فتحي 7. دي صوره علي وهو يعني بيبص لمعز بن شريفيه. يعني فكره الضغوط ما بين توانسه مع بعض بلد واحده بتبقى برضو. وكان معاه في المنتخب وعارف هو بيلعب ضربه الجزاء ازاي. لماح انت رؤى برضو يعني. لا لماح 7. حمدي فتحي. اليو ديانج 5. عمرو السولية 5. طاهر محمد طاهر 6. محمد شريف 8. مجدي اشرف 8. انا عايز بس ادي اسمه حسين الشحات اديله 7/10. سينزل يجيب جون بقاله كتير ما جابش جوان وبقاله كتير ما حدش اداله الرقم ده ومحدش كتير بقاله ده. فاحنا بقى ايه حاجه جديده نسقف له. انا مره اديته 0. ما هو دلوقتي بس هو كابتن بيحاول يسترجع مستواه يعني في الوقت لازم انا قلت له لازم يريح. لان ده التريحه دي هتفرق معاه طبعا. فرقت معاه تقريبا طبعا يعني ليه بقى؟ لان هو جاي جلجل من في بدايه الموسم من عمليه فنزل ما خدش ولا عمل فتره اعداد والكلام ده فهيبقى المستوى متذبذب وكل ما هيلعب هيبقى وحش فانا قلت لازم يبعد فتره لازم يريح يستعيد فيها بس نفسه وبعد كده يرجع. هي فتره التوقف كلها افادت النادي الاهلي الفتره اللي فاتت فروحه الاسبوعين اللي فاتوا يمكن اللعيبه المصابه رجعت في لعيبه بعيده عن مستواها ابتدت تتحسن بشكل كبير. بس كابتن رضا كان